خطف الفنان المغربي سعد المجرد الأنظار الأسبوع المصارم خلال إحيائه حفل زفاف إحدى العائلات بمدينة وزان، وذلك بعد مرور سنوات على غنائه في الأعراس. ووفق المعطيات التي تتوفر عليه قناتكم كوكب الفن، فإن المعلم كما يلاقبه الجمهور المغربي أحيى الحفل مقابل أجر حدد ب 15 مليون سنتيم، وهو أعلى كاشي تقاضاه النجوم الذين غنوا في العرس. وأكدت ذات المصادر أن سعد المجرد حل بالمغرب الأسبوع المنصرم قادما من دولة الإمارات لإحياء الحفل ولقاء عائلته وأصدقائه بعد مرور أشهر على آخر زيارة له للبلاد. وفي سياق آخر، أكد سعد المجرد في تصريحه لبرنامج MBC ترانزينج أنه يحذر لمجموعة من الأعمال، منها أغنية باللهجة المصرية متشابهة مع أغنية عد الكلام التي حققت نجاحا كبيرا في الساحة الفنية. يشار إلى أن أغنية أول دقيقة التي جمعت المجرد والفنانة اللبنانية إليسا حققت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها، حيث نالت أزيد من 24 مليون مشاهدة على منصة اليوتيوب في أقل من أسبوع على إصدارها.